كرة السلة ما شاء الله عليه بدأ السيزون، بدأنا بتكوين فريق قوي جدا وما شاء الله عليه بدأ فعلا يخطو خطى ثابتة في المباريات الرسمية. بدأنا فعلا دوري المرتبط وبدأ فريق كرة السلة يعني تبان ثمار أو نتاج العمل الجماعي داخل منظومة النادي الأهلي في فريق كرة السلة. فعلا قدرنا في 7-8 لاعبين إضافة للفريق، مع 7-8 لاعبين موجودين ما شاء الله عليهم بدأوا يعملوا كرة سلة هي الصورة الحقيقية لكرة السلة في النادي الأهلي. النادي الأهلي بدأ دوري المرتبط في كرة السلة رجال، بدأنا دوري المرتبط مجموعتين، مجموعة بنلعب دورة عفوا دورة مجمعة أولى ودورة مجمعة تانية، ويبتدي دوري المرتبط بعد كده بنظام خروج المغلوب بين دور 16 ونبتدي واحنا طالعين لغايه ما نوصل الفاينل. النادي الاهلي بدا النهارده كابتن اشرف توفيق رجع الفرقه تاني، عمل راحه 24 ساعه بعد الدوره المجمعه الاولى، وبدا يستأنف تاني تدريباته اللي هي مهمه جدا، اللي فيها بيلم شمل الفريق، اللي دايما بسبب وجود 8 لاعبين من خارج النادي لازم في تاقلم. التاقلم ده بيحصل جوه المباريات، بنشوفه انا اتفرجت عليهم صراحه داخل منطقه القاهره، في تأقلم، في شكل جديد، في روح جديده داخل لاعبين النادي الاهلي في كره السله. الاهلي حقق الفوز على هيئه قناه السويس واصحاب الجياد ونادي سبورتنج، وكانت مباراه سبورتنج دي كانت مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، هي مقياس لقوه النادي الاهلي في هذه المباراه. خلينا نقول ان صفقات النادي الاهلي ما شاء الله، ايهاب امين خلاص يعني شهاده وجوده وشهاده ميلاد لايهاب امين، نجم كبير ما شاء الله عليه، نمسك الخشب هو الامريكاني اليكس يونج ما شاء الله فعلا، يعني عاملين طفره داخل الفريق مع بقيه الصفقات مع بقيه اللاعبين، عشان ما نقولش بنتكلم على لعيب او لعيب لا، لكن في لعيب كل مصر شايفاه وكل جماهير النادي الاهلي شايفاه من وجهه نظرها هو هيكون النجم الصاعد بقوه او النجم الشباك السنه دي، هو احمد شوكت لاعب النادي الاهلي السنه دي، اللي فعلا قدر النادي الاهلي يعني يفوز في 3 مباريات الاولانيه. هنقول نتائجهم دلوقتي ونستعرض نتائج على الشاشه اذا كان اصحاب الجياد او نادي سبورتنج او نادي القناه. النادي الاهلي كسب نادي القناه زي ما احنا شايفين قدامنا، كسب نادي القناه، بدا بنادي القناه وما شاء الله 103-78 في اول المباريات. تاني مباراة الأهلي لعب فيها نادي أصحاب الجياد وفاز النادي الأهلي 91-49، وفي برضه في الدرجة الأولى فاز 99-90. هنقف عند النقطة دي أو هنقف عند المباراة دي لأن كانت مباراة قوية جدا، نادي سبورتنج نادي من الأندية المرشحة بقوة، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي هيتعدى هذه المرحلة. نتائج دوري المرتبط، دوري المرتبط الأهلي ونادي القناة 85-40، والأهلي وأصحاب الجياد 73-40، والأهلي ونادي سبورتنج 93-86. زي ما احنا شايفين قدامنا إن النادي الأهلي ما شاء الله عليه فايز في الدورة المجمعة الأولى، ولسه الدورة المجمعة الثانية هتتلعب بإذن الله أيام 9 و10 و11 اللي جايين، اللي هو أربع وخميس وجمعة في الوقت اللي جاي على طول. خلينا نشوف ترتيب مجموعة النادي الأهلي في دوري المرتبط. في دوري المرتبط مجموعة النادي الأهلي اللي بتكون قلت سبورتنج وأصحاب الجياد قدامنا على الشاشة. الأهلي وسبورتنج أصحاب الجياد القناة، الأهلي لعب 3 مباريات فاز في 3 وما فيش أي هزيمة، نقاط الفريق الأول 9 نقاط ونقاط المرتبط 6، المجموع التوتال 15 بونت، 15 بونت في النادي الأهلي. نادي سبورتنج 3 مباريات وفاز في 2، خسر مباراة، نقاط الفريق الأول 7 والمرتبط 5 وكده المجموع 12. أصحاب الجياد 3 وفاز في مباراة، خسر مباراتين، نقاط الفريق الأول 5 ونقاط المرتبط 4 والمجموع 9 نقاط. و4 نادي القناة لعب 3 مباريات فاز في مباراة واحدة فقط، يعني الفرق سبورتنج واصحاب الجياد كل واحد كسب فيه مباراة، لنقاط الفريق الأول 5 نقاط والمرتبط 3 نقاط، بكده يكون المجموع 8 نقاط زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة.